اولا نزهة عيد ميلاد سعيد، ولا مبروك عليكم هذا النهار، هذا عيد سعيد، عيد المرأة المغربية وعيد النساء العالم كامل. شكرا، تبارك الله عليك. بهذه المناسبة ديال هذا العيد اللي هو 8 مارس، عيد مبروك على النساء العالم وبالخصوص النساء المغربيات. حضورك اليوم غتحتفلي مع يعني نساء عاملات النظافة، شيء جميل جدا. شيء جميل جدا، وانا فرحانة وجيت من كازا باش نحضر التكريم ديال عاملات النظافة، لان هما الاساس وهما اللي تبارك الله كيبذلوا واحد المجهود كبير باش يعطيونا واحد الفضاء زوين ونقي. تنتمنى لهم ان شاء الله الصحه والسلامه. اليوم يتم اختيار ملكتي الجمال، جمال ديال ملكه جمال العامله النظافه المغربيه وملكه جمال كذلك افريقيا. وتبارك الله، نتمنى نشوف هاد ملكه الجمال، وعندنا الجمال في المغرب. عندنا الجمال، ولو يعني المراه راه خدامه يعني عامله نظافه، يعني كيبقى لها الوقت او المجال باش يعني تهتم بالجمال ديالها. الجمال ديالها هي المراه كي عامله نظافه، كي طبيبه، كي خياطه، كي صحفيه، كي حنا العيالات كلنا بحال خاص دائما المراه تديها في الصحه ديالها وتديها في راسها، كي تنقولوا ما تهملش راسها كيف ما بغات تكون. ملي كتكون في الخدمه راها لابسه حوايج الخدمه راها كخدامه، ولكن ملي كترجع للدار راه خاصها تديها في راسها وخاصها تشوف حتى هي وجهها وتشوف صحتها وتهلا في صحيحتها. زها، انا كنهضر معك دابا كانسانه ماشي كممثله، يعني كتشوفي المراه المغربيه الفرصه ديالها في الشغل، واش كيف دايره؟ يعني كاين هناك تحديات، هناك معلوم كاينه تحديات. تبارك الله، ولينا كنشوفوا المراه في اي مجال، كنشوفوا المراه في تسوق الطياره، كتسوق الطوبيس، كتسوق الطاكسي، كنشوفوا المراه في اي مجال اللي كانوا كيحتكروه غير الرجال. وتا عامله نظافه ما كانوش عندنا بكري عامله نظافه، كانوا كيحتكروه الرجال، هما ولا تبارك الله عامله نظافه عيالات، وهذا الشيء ما تيفرحنا حنايا ان تكون عندنا المراه في اي مجال، تكون عندنا المراه حاضره. فين ما مشينا كنلقاو المراه المغربيه حاضره، بالخصوص المراه المغربيه انا كنهضر عليها، لان كي تنقولوا المراه المغربيه لانها مراه ونص، مراه وقاده. نتكلموا نديروا عباره عن ميزان، وفي جوج كفات، كفه فيها رجل وكفه فيها المراه، شكون الكفه اللي كتميل اكثر؟ دائما المراه، ماشي حيت انا مراه، حيت المراه هي اللي كتهز الثقل، دائما غتكون ثقيله، المراه كتهز الحمل، حنا دائما هذه معروفه لا عند النساء ولا عند الرجال، ان دائما المراه كتهز الحمل الثقيل، كتهز الوليدات، كتهز المسؤوليه. كتهضري معايا بحكم التجربه كفنانه وعشتوا هذه المساله، كيفاش عشتيها لالا نزهة؟ انا دابا انا هزت الثقل، المراه انا فيا مراه فيا راجل، فيا الاب فيا الام. بحكم تجربتي انا هزة كما تنقولوا هزة الزمان، نحمد الله ونشكره انا بخير وعلى خير، وكنتمتع بصحه جيده الحمد لله، ولكن كنخلي وقيت لوليداتي ولقيت الخدمه ديالي ولقيت لراسي. هي جد صعيبه بشويه. صعيبه ماشي سهله، ولكن خاصك تكون مراه وقاده وتكون مغرب، تكوني مغربيه باش دير باش تكون. لالا نزهة، عندك شي شغل اخر من غير التمثيل؟ لا، ما عندي حتى شغل، ما كنعرف ندير والو من غير التمثيل. وكيفاش يعني شويه الوقت شويه يعني ناقصه في التمثيل، يعني كيفاش كتواكبي هذا الأداء؟ الحمد لله، الحمد لله. انا دائما كنقول هذا هو المبدا ديالي، انا دائما كنقول الحياه كلها عمليه حسابيه، الا كنتي كتعرف تحسب غتعيش مزيان، ما كنتيش كتعرف تحسب ما غتعيش مزيان. يعني المدخول ما كيدخلك الا من التمثيل، يعني كتكون صعيبه. غير من التمثيل الحمد لله، عايشه منه بخير على خير، كما تنقولوا ما عندناش ما خصناش، ولكن الحمد لله ونشكروه. لكن كاين صعوبات؟ لا لا، كاين صعوبات في اي مجال، كاين صعوبات، واكثريه هذا الميدان ديالنا حنا فيه صعوبات، فيه عراقيل، فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا الموظفه او العامله كيكون عندها واحد الصالير يعني فيكس، يعني انتم لا؟ لا، حنا ما عندناش صالير فيكس، ولكن الحمد لله ملي كتكون الخدمه راه حنا كنخدموا. يعني ما كتكلموش على هذه المساله ديال صالير فيكس النقابات وهذا؟ احنا كنتكلموا عليها وكنطلبوا من هذا الوزير جديد، راه كيف قال لان غادي يدير بزاف الحوايج للفنانه، ومن هذا المنبر انا كنشكروا بزاف، لان هدر زوين على الفنانه وعطاهم القيمه ديالهم اللي خاصها تعطاهم،
وكيدوي علينا مزيان وبغى ياخذ لينا بزاف الحقوق ديالنا اللي احنا كانت مهضومه. وكنشكروا بزاف سعاده الوزير الثقافه. لاله الزهر قريبا نشوفوك في اعمال في رمضان وبلا رمضان ان شاء الله. عندي عمل في رمضان مع لميس خيرات ان شاء الله، مسلسل اللي سميته جريت وجاريت، وعندي مسلسل اخر في الام بي سي مع مراد الخودي، عندي واحد تيلي فيلم مع حسن بن جلون. غير هاد الاعمال انا كنظن شي واحد ولا جوج اللي غيدوزوا منهم في رمضان، هادو اللي كاينين في رمضان. تبارك الله عليك، في رمضان غنشوفوك في رمضان. ماشي سيتكم، هذا مسلسلات، غادي يكون واحد في الام بي سي وواحد في الاولى ان شاء الله. حقيقه وحشناكم وعشنا معكم الزمن الجميل، عشنا كنا كنحسوا باننا كنتفرجوا وكنحس كتدخلونا في القصه صراحه الحمد لله. كنتمناو ان شاء الله يكون، نتمناو دائما نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور ديالنا اللي هو كيبغينا وحنا به. باش لاله نزهه كتعترف بالخطا؟ ها؟ كتعترفي بالخطا؟ بيان سور كنتعترف بالخطا. شنو الخطا اللي درتي وما بغيتيش ديري؟ ما عرفتش بزاف، ولكن درتيهم ما بغيتيش كنتي ديري؟ بزاف ديال الاخطاء درت، ولكن من اخطاء كنتعلموا. ماشي واحد علموني بزاف، ما نقدرش نقولهم بزاف الاخطاء اللي تعلمت منهم بزاف الحوايج، وانا مزيانين ليا دوك الاخطاء في صالحي. تبارك الله عليك لاله. شكرا بارك الله فيك. لا كاينه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.